بسم الله الرحمن الرحيم. عملية التوجيه هي عملية تربوية تعتبر العمود الفقري في كل منظومة تربوية تحترم نفسها وتحترم أهدافها. التوجيه التربوي والتوجيه المهني والتوجيه الجامعي هو كل العمليات التي تصب في مساعدة التلميذ أو الطالب على فهم قدراته وفهم ذاته ومعرفة شخصيته، كذلك كل عملية تهدف إلى تطوير ملكاته التواصلية وتطوير ملكاته الشخصية حتى يكون ذا ثقة في النفس، لأن التوجيه هو تنمية الثقة في النفس عند الشاب، هو تنمية الإرادة في التحصيل وتنمية الإرادة في الدراسة. التوجيه كذلك ليس عملية تخص المستشار في التوجيه فقط أو الأسرة فقط، بل هي عملية تخص جميع الفرقاء من فريق تربوي، من أساتذة، من أسرة، من مجتمع مدني، من كذلك مقاولة، من جميع المكونات المجتمعية التي تطمح إلى تنمية الاقتصاد والتنمية الاجتماعية والتنمية المستدامة لأي بلد. ولهذا التوجيه هو في قلب التنمية البشرية، لأن كل تلميذ وكل فرد إلا ولديه قدرات، إلا ولديه طاقات، يجب أن نكون في المستوى المطلوب، لا من ناحية المعرفة ولا من ناحية التقنيات ولا من ناحية التكوين، نحن كمستشارين في التوجيه وكأساتذة لمساعدة التلميذ على اكتشاف ذاته ومساعدة التلميذ على الإيمان بقدراته حتى يخطو خطوات ثابتة وخطوات جريئة وخطوات يعني خطوات اليقين من أجل أن يسير مسيرة موفقة نحو التكوين الصحيح الذي يخول له أن يكون قادرا على لعب دوره في المجتمع وعلى اندماجه في الاقتصاد ويكون فاعلا منتجا. يعني التوجيه هو تهيئ التلميذ وتهيئ الطالب للاندماج الاجتماعي والاقتصادي وتهيئه كذلك أن يكون منتجا وفاعلا.